السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، تحية لكم وتحية لجميع المشتركين والمتابعين قناة تاع السيمودار. كيف ما كتشوفوا كنتواجدوا أحسن مكان في العالم، أحسن مكان في العالم اللي هو مكة المكرمة وأمام الحرم. ها هو في الخلف ديالي كاين الحرم، الحمد لله لا يحرم أي مسلم من زيارة هذا المكان الطاهر، هذه الأرض المقدسة. ويا ربي، لأنه شحال من واحد كيقول لي ادعي معايا، أنا أعمم على الجميع يا ربي. وهذه الأيام الأواخر، العشر الأواخر من الشهر الفضيل، الله يجعل ربي يفرج على أي مسلم، الله يجعل ربي يشافي أي مسلم، الله يجعل ربي يفرج على أي مسجون، اللي مسجون الله يجعل ربي يفكو حالته ويطلق سراحه ويعجل بإطلاق سراحه، اللي مريض يا ربي الله يشافيه، الله يقعد بوسادو، اللي عنده شي مشكل يا ربي الله يجعل ربي يسهل عليه ويفكو حالته. لهذا الإخوان احنا الحمد لله قلبنا بيض، ما كنحقدو ما كنحسدو ما حتى شي حاجة، الجميع كنتمنوا ليه الخير والجميع كنبغيو ليه الخير الحمد لله. وعلى نيتنا كيرزقنا سيد ربي الحمد لله. راه كما شفتوا في الفيديو السابق، السبب اللي خلى انني نجي هذه السنه هذه لمكه المكرمه الحمد لله. بقوا معنا غادي نزودوكم معلومات اخرى وغادي نتكلموا في واحد الموضوع اللي هو مهم الحمد لله. كما تشوفوا اللحظه راه كنتواجدوا، هذه راه التسعه الجديده ديال الحرم. انا ما جيتش تقريبا من 2013 على ما اظن، انا ما خليتش هذا الشيء. هذا تبارك الله راه التسعه راه كبيره، ولات كبيره تبارك الله. هذا الحرم، هذو الابراج كما كتشوفوا. كما قلت لكم الاخوان مباشره، حيت انا مده هذه ما جيتش لهنايا لمكه، تقريبا 2013 ما جيتش، تتحت لي الفرصه من جديد انني نجي ونزور هذا المقام اللي اي شخص كيتمنى انه يجي لي. وماشي اي شخص كيجي ليه، لانه تناقش مع واحد السيد في هذا الموضوع هذا، قلت له واحد السيد صح صديقي سميتو عبد الطيف مكاناكي، الاشاره بالمناسبه كنوجه ليه تحيه، ومن هذا المقام هذا كندعيو معاه الله يسر ليه اموره الله يخلي ليه صحته. كنت قلت ليه اخويا عبد الطيف ديك الساعه فاش كنت كنجي هنايا، هو يقول لي فراسك السي محمد راه ماشي اي واحد كيوفق الله باش انه يجي للزياره نتاع مكة المكرمة والمدينة المنورة. قلت ليه علاش؟ قال لي انت شوف شحال من واحد كيكون عنده الفلوس وعنده الامكانيات وعنده صحته وما كيوفقوش الله انه يجي. الو شكون اللي يوفق الله انه يجي؟ اللي بغى ليه الله انه يجي؟ كاين اللي عنده المال وكاين اللي بامكانه انه يجي ينزل هنا في الابراج فين جالس انا دابا. هنا راه السعر نتاع 15 يوم الاخيره كيوصل حتى ل 30 مليون، وكاين اللي بامكانه انه يجي هنا ويقضي 15 يوم الاخيره نتاع رمضان والله ما كيوفقوش. ولكن الحمد لله على نياتكم ترزقون، حنا نيتنا صافيه الحمد لله، قلبنا بيض، كنبغيو الخير للناس، كنجيو مع الناس الخير وبزاف تاع الحوايج، وربي كيرزقنا على قد نيتنا. نرجعوا للموضوع اللي مهم الاخوان، اللي هو فاش كنت في المدينة كنت كنشوف سنين، فاش كنت كنجي كنت كنشوف المغاربة كيجيو كيديروا السفرة. السفرة اشنو هي؟ هي افطار الصائم، كياخذ واحد الرخصة كيمشي عند المسؤولين سواء في مكة سواء في المدينة، وكياخذ واحد الرخصة باش انه يقوم بواحد السفرة. هو كتاخذ واحد الصفوف، واحد مجموعة الصفوف، صف ولا جوج ولا ثلاثة على حسب الإمكانيات ديالك، كتاخذهم وكتجي وكتقوم وكتاخذ معاهم المستخدمين اللي غينقيو هذاك الشيء، وكتجي كتفطر الناس، كتجيب لهم واحد الوجبات كيتسمى سبيل، واحد الوجبات كتجيبهم لهم، فيهم الماء فيهم التمر فيهم الزمزم فيهم الماء والتمر وواحد الريب زبادي. المهم كيفطر الانسان حتى كيمشي كيفطر هو في لوطيل ولا في النازل. هاد السنه الاخوان لقيت بزاف تبارك الله نتاع المغاربه كيقوموا بهاد العمليه هذه، تبارك الله لقيت بزاف تاع الناس كيقوموا بهاد العمليه هذه، الناس اللي عندهم امكانيات كيجيو تبارك الله كيديروا السفره وكيجيبوا الناس كيفطروا عندهم. انه عرفتي شنو الاجر تاع افطار الصائم؟ راه لا يحرم شي واحد منه، لا يحرم شي شر
شي شخص ولا شي فرد من هاد الاجر نتاع افطار الصائم. كذلك هنا في مكه، هنا في مكه كما قلت لكم الاخوان، هنا انا كنت واجد بالابراج، الابراج اللي قدام الحاره، والبارح صليت في الجامع نتاع الفيرمو في الفلوطي، ولقيت تبارك الله مغاربه حتى هما دايرين السفره، وكيجيو الناس كيفطروا عندهم، افارقه، خليجيين، اسيويين، كيجيو كلهم كيجيو كيفطروا عندهم. تبارك الله وصل عندي، الله يوفقهم للخير، الله يسهل عليهم، نتمنوا لهم الخير. اي واحد ان كانوا راه كان عاودوا رجعوا على الهضره اللي قال لي السيد، راه اللي يوفق الله للخير، راه الا وفقك الله للخير راه ما خلى ما دار معك، راه الا وفقك الله للخير، لانه كاين اللي عنده الامكانيات وما كيقدرش يدير الخير، وكاين اللي عنده، شوف كاين اللي عنده صحته كاع، لانه هاد السنه هادي وحق الله الى اثناء اداء نتاع المناسك، ملي كنت كنأدي المناسك هاد السنه هادي حسيت بواحد التعب وواحد الارهاق، والله الى يومين من ورا المناسك ورجليا مازال كيضروني، انا راه مازال صغير في السن، لانه مازال 42 سنه راني مازال صغير في السن، ولكن مباشره من بعد ما ساليت المناسك، ونقول لكم بكل صراحه، فاش وصلت للسعي ما بين الصفا والمروه كنت بغيت ناخذ هذيك الدراجه الكهربائيه، لانه السعر ديالها داير شي 57 ريال، كنت بغيت ناخذها، ولكن لقيت الزحام وانا نقول ان 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 نحاول ونشوف ربي راه غيساعدني، وفعلا درت واحد المجهود تكملت السعي ما بين الصفا والمروه، وربي سهل لي ومشيت حلقت ديك الساعه راسي. هنا الاخوان اللي عنده الامكانيه، الاخوان اللي عنده الامكانيه وعنده صحته يجي يزور هذا المقهى، لانه الانسان الا فتح حتى كبر، بحال معايا واحد السيد في الغرفه، راجل كبير دابا عنده هو شهرين، تيجي تيقضي شهرين هنايا، مازال حنا راهي 15 يوم، شهرين وراجل كبير، راه مسكين ما كيقدرش يجي للحرام، ما كيقدرش يجي، لانه ما كيقدرش كيصلي كلشي في الفندق، كلشي كيبقى في الفندق كيصلي، وعلاش اخويا انا الله عطاني صحتي وعطاني القليل من الامكانيات وما نجيش نزور بيت الله وما نجيش نتمتع ونزور مكة المكرمة ونمشي نزور المدينة المنورة ونزور الرسول عليه الصلاة والسلام ونزور الصحابة ونزور التابعين؟ انا علاش بدي نحرم راسي من هذا الاجر هذا؟ انا ليلى يلا زعما انا صراحة كيبقى فيا الحال، لانه كنشوف ناس عندهم امكانيات عندهم صحيحتهم وما كيجيوش لهنايا، ولكن كاين الناس تبارك الله كيجيو مواظبين، كيجيو كيقضي 15 يوم مع الافراد العائله ديالو، 15 يوم كيجي هنايا كيقضيها، لانه الصراحه الاجواء الرمضانيه هنايا اجواء جميله، لا يحرم شي واحد. وبهذه المناسبه الاخوان كندعو مع اي شخص مسلم، سواء خونا سواء حبيبنا سواء صديقنا، كندعو معاه من هذه الارض الطاهره، الله يجعل ربي رزقه الصحه والسلامه والعافيه يا ربي. اي شخص مسلم كنتمنوا ليه اي حاجه سعيده في الحياه ديالو، واي مسجون، اي مسجون الله يطلق سراحه والله يفك حلته والله يعجل باطلاق السراح ديالو باش يمشي عند الافراد تاع العائله ديالو. والاخوان كنكتفيو بهذا القدر، رمضان كريم وعواشركم مبروكه، الله يسر لكم امركم.